عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة. طبعا زي ما حضراتكم أكيد متابعين، انطلق بالأمس دور الـ16 من المونديال، وبطبيعة الحال في كلام كتير وفي مفاجآت كتير عايزين نتناولها بالتحليل. طبعا كل اللي حصل في دور المجموعات ده اللي هنتكلم فيه مع الأستاذة الناقدة الرياضية منى عمر اللي منورانا في حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليك. صباح النور عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا صباح نهاد. الجمال بونجور جدا جور. ومفاجآت غريبة المونديال ده، زي ما بتقال كده مونديال المفاجآت فعلا عن جدارة، يعني غير روسيا غير اللي قبل كده، لا في حاجة مش مظبوطة، أو في حاجة على فكرة هي مش مظبوطة أو مش متوقعة بس بشكل إيجابي. بالظبط، لأن أنت لما تيجي بقى تبص كده تقول منتخبات قوية جدا وهتنافس وهتتأهل، تلاقي إن هي خرجت أصلا ما تأهلتش، منتخبات تانية كانت بعيدة كل البعد، وبعدين أفريقيا متألقة جدا، وبعد كده الحمد لله عندنا منتخباتنا العربية قدرت تفوز على منتخبات تقيلة جدا، شفناها يمكن تونس وفرنسا مؤخرا. طيب إيه اللي بيحصل؟ يعني بتفسري ده بالبداية كده أو بداية بإيه؟ أولا زي ما أنت قلتي أنا هو أنت كده، هو مونديال مثير بشكل إيجابي، مفيش ماتش متوقع، مفيش نتيجة مباراة متوقعة. ممكن مباراة زي مباراة تونس وفرنسا احنا كنا شايفين اصلا ان مباراة فرنسا هتبقى هي الاصعب بالنسبة لتونس، وترتيب المباراة بتاعها كان الافضل ليها ان هي تقابل فرنسا في الاخر، بس سبحان الله هي كسبت فرنسا في اخر مباراة، لكن للأسف هي تعثرت في المباراة اللي في النص بتاعت مباراة، كانت مباراة استراليا. طيب استاذة منى معلش صدر. هو في حاجة بس كده هنضطر نطلع فاصل ونرجع تاني على طول، يعني فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد بنعتذر لكم لان طبعا نتيجه هذا العطل الفني، بس الحمد لله المسائل اتلمت بسرعه ولسه عندنا مساحه وقت كافيه نكمل دردشتنا مع الاستاذه منى. وكنا وقفنا معاكي في الكلام عند تفصيله المفاجات اللي حصلت في دور المجموعات، وان الفرق اللي غير متوقع صعودها هي اللي صعدت، وكثير من المنتخبات القويه. وبالمناسبه ده برضو ممكن يكون يعني سؤال لحضرتك، فكره ان في منتخبات مخضرمه وليها تواجد شبه دائم في كل نسخه من المونديال، حد زي منتخب البرازيل، حد زي منتخب فرنسا، هل نقدر نقول ان يعني ان هم كانوا بيلعبوا في دور المجموعات بشيء من الهدوء النسبي، بيوفروا الامكانيات بتاعتهم ويوفروا مجهوداتهم للادوار الثانيه، الادوار الاقصائيه، ولا ما بيحصلش كده في كاس العالم؟ لا ده صعب جدا يا كريم ان ده ان يكون ده التفكير بتاع المنتخبات سواء كبيره سواء صغيره، لانه انا في 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 مرحله المجموعات انا المفروض ان انا بجمع نقط. افرض انا مثلا ما بداتش بشكل قوي او ما بداتش بشكل جيد، ما قدرتش اجمع نقط من اول مباراه، لان هم 3 مباريات، كل منتخب بيلعب 3 مباريات في المجموعات، فانا لو ما قدرتش اجمع نقط من اول مباراه هلعبها، فانا كده يعني هحط نفسي في موقف، بالظبط هحط نفسي في موقف حرج واقعد اعمل حسابات بقى، ولو النقط تساوت مع منتخب اخر زي ما حصل في واقعه الارجنتين. الارجنتين ما كانتش بادئه، او خلينا نقول انه المنتخب السعودي كان واخد المباراه بشكل جيد اكثر من المنتخب الارجنتيني، على الرغم من الارجنتين هي اللي تقدمت بالاهداف في المباراه، لكن هو قدر ان هو يرجع في الشوط الثاني يتعادل ويسجل كمان هدف الفوز، وده خلى الارجنتين في وضع احنا بقينا بنحسب، بالظبط كده بقينا بنحسب حسابات، طب الارجنتين هتطلع ولا لا، طب هل هنلاقيها هتخرج من الـ من الـ من المجموعات، فبالظبط فكان هيبقى اقصاء تاريخي يعني. فصعب جدا ان منتخبات كبيره وحتى برضو زي ما قلنا منتخبات ملهاش خبرات كبيره في كاس العالم ان هي تكون داخله مباريات المجموعات بهدوء، لا بالعكس احنا شفنا فرنسا، شفنا البرازيل، شفنا البرتغال جمعوا 6 نقط من اول ماتشين وخلاص ضمنوا التاهل. كون بقى ان هم جم في مباراه الجوله الثالثه والاخيره، هم اوريدي كانوا حسموا تاهل، كان هيفرق معاهم بس صداره المجموعه من عدمها. الثلاثه لعبوا تقريبا لعبوا بالصف الثاني، وما فيش ولا منتخب قدر انه يحقق العلامه الكامله في دور المجموعات، الثلاثه خسروا. طب حلو جدا. على كل حال انا عايزه اروح معاكي برضو لمباراه مهمه والمنتظره واللي ما كانتش مفروض ان هي الاحب ليهم، يعني المغرب كان يتمنى ان هو ما يواجهش اسبانيا يعني في المباراه النهائيه، لكن اللي حصل ان المغرب واسبانيا هيتواجهوا
أنا أشعر أن المغاربة أو العرب اللي بيشجعوا المغرب عندهم ثقة شوية في المغرب، لأن أولا الركراكي رجل يعني أكثر من رائع، مدرب رائع جدا، قادر يفهم وقادر يعمل نغمة أو تناغم حلو جدا بين اللعيبة على الأرض، قادر ينتهز الفرص، قادر أن هو يسجل في سرعة، فبجد مدرب متألق. دي نقطة. النقطة الثانية أن أوريدي المغرب فازت على أسبانيا قبل كده يعني، وكانت نتيجة كويسة، فبتشوفي الماتش ده إزاي ممكن أن هو يكون مجريات الأحداث فيه؟ خلينا نقول من الأول كده، المغرب كانت إحدى مفاجآت المونديال. صح، مفاجآت المجموعة بتاعتها كانت من أصعب المجموعات بالنسبة للمنتخبات العربية. المغرب كانت أصعب مجموعة، كانت معاها بلجيكا، كان معاها كرواتيا، وكان معاها كندا. بلجيكا المصنف الثاني على العالم، وكرواتيا وصيف مونديال نسخة 2018. فبالنسبة لها المباراتين دول كانوا صعبين جدا، وهي خدتهم الاثنين ورا بعض. يعني كان ترتيب المباريات هتلعب كرواتيا، هتلعب بلجيكا، هتلعب كندا. فكان اكثر المتفائلين يعني انه نحاول ان احنا ناخد المنتخب المغربي، يعني يقدر ان هو ياخد نقطتين بتعادلين من المنتخب ده والمنتخب ده، ويكسب مباراه كندا. لكن المنتخب المغربي فاجئنا كلنا الحقيقه، ان هو قدر ان هو يتعادل مع كرواتيا في اول مباراه، كسب بلجيكا في ثاني مباراه، وقدر ان هو يكسب كندا في المباراه الاخيره. ومش يصعد بس، لا ده يصعد اول مجموعه على وصيف نسخه 2018 وعلى بلجيكا المصنف رقم 2 عالميا. فده كان مفاجأة كبيرة جدا جدا لينا كعرب يعني، بالنسبة للمنتخب المغربي. سوء حظه ان هو هيقابل اسبانيا في دور ال 16. توقعاتك ايه بقى للماتش ده ولكل ما هو قادم للمنتخب؟ المباراة طبعا هتبقى صعبة جدا جدا، مش مباراة هينة. سكواد منتخب الاسباني قوي جدا، اسبانيا من الفرق اللي حسمت التأهل بتاعها، يعني يعتبر نقول ان كانت ضامنه التأهل بشكل كبير. على الجانب الاخر المنتخب المغربي، لا سكواد المنتخب المغربي برضو تقيل، زي ما نهاوند قالت مدرب منتخب المغربي وليد الركراكي، هو مدرب صغير لسه 39 سنه، ما عندوش خبرات في كاس العالم، لكن عامل حاله حلوه لغايه دلوقتي جدا يعني جدا جدا. هو بدا كان بدا مشواره اصلا في الفتح الرباطي المغربي، وبعد كده بعد فترة قدر ان هو ياخد معاهم كاس، بعد كده راح الوداد واخد معاهم دوري وكاس، وطبعا اخد معاهم افريقيا على حساب الاهلي للاسف يعني. لكن قدر ان هو زي ما قلت يا كريم، ان هو يخلق حالة جيدة جدا جدا داخل معسكر المنتخب المغربي. استفاد كمان من عودة حكيم زياش، نصير مزراوي، كان ما كانش مفهوم استبعادهم اصلا، كان غير منطقي، ما كانش مفهوم. وهما كانوا كمان اعلنوا موقف بشكل رسمي ان هم مش هينضموا للمنتخب المغربي، ومش هيمثلوا المنتخب المغربي طول ما كان وحيد خليل وزيتش كان موجود في على راس الجهاز الفني لاسود الاطلس. الامور يعني كان لازم ان هي تتنحى جانبا لمصلحه المنتخب المغربي. ما هو يعني الامور كلها ما كانتش معلنه يا نهاوند، بس واضح ان كان الخلاف كبير جدا. لانه حتى كان في وقت من الاوقات كان خليل وزيتش كان اعلن انه حتى هو مش هيحاول ان هو يتصالح معاهم، او ان يحصل زي تقريب لوجهات النظر، بحيث ان هم يرجعوا ينضموا. وبعدها هم طلعوا اعلنوا الموقف ده بشكل رسمي. طب وده خلينا نقف برضو عند المعضله الازليه، فكره المدير الفني المحلي الوطني للمنتخب بالمقارنه بمدير فني اجنبي للمنتخب. هي بتختلف، بنشوف مدربين ما بيبقوش وطنيين وبيتولوا مهمة الفنية لمنتخبات وبيقدروا ان هم ينجحوا جدا جدا جدا، والعكس برضو بيحصل. يعني هي ملهاش ميزان، او انت ما تقدرش تقول لا المدرب الوطني عنده افضلية عن المدرب الاجنبي. ما انا ممكن يكون مدرب اجنبي بس خبراته افضل من المدرب الوطني اللي عندي، فانا اللي هيهمني في الاخر ايه؟ مصلحة المنتخب اكيد. وبعدين يعني خير مثال، يعني احنا عندنا منتخب مصر، يعني منتخبنا احنا المدير الفني منتخب مدرب مش وطني، مدرب اجنبي. مع المدرب الوطني ما قدرناش ان احنا في يعني في التجارب السابقه، يعني باستثناء تجربه كابتن حسن شحاته، ما قدرناش ان احنا نحقق اي نتائج ايجابيه. كوبر كان بالظبط، وكابتن جوهري يعني انا قصدي في الفتره الاخيره بس. كوبر احنا قدرنا ان احنا نوصل معاه كاس عالم، هو ما كانش مدرب وطني، هو كان مدرب اجنبي.
حصل بعدها تجارب مع مدربين وطنيين وللاسف ما كانتش موفقه نهائيا. يعني مش عارفه الازمه فين، الازمه عند المدير الفني ولا الازمه في الظروف لما بيجي بيبقى في عليه ضغط، بيبقى في مشاكل، ولا في التنظيم، ولا في النظام، ولا في ايه بالظبط؟ بصي يعني ما نقدرش نتجاهل ده، نفهم يعني. ما نقدرش نتجاهل ده لانه ممكن يكون شخصيه المدرب بتفرق جدا، يعني دي عليها عامل الاكبر. بس انا ممكن يكون مدرب شخصيته قويه جدا جدا جدا، بس في ظروف تانية اداريه مثلا، مجلس اداره مثلا اتحاد الكوره مش مساعد، في ظروف مثلا ماليه، في ظروف زي عندنا كده الدوري بقى لنا كذا سيزون ورا بعض، يعني ما بيبقاش فيه فترات راحه بالظبط كده. فدي عوامل كلها هي اللي بتقدر يعني تديكي زي مؤشر، او هي العوامل دي كلها بتديكي نتيجه كئيبه بالظبط. لازم العوامل دي كلها تبقى ايجابيه او لازم تتكاتف مع بعضها عشان تقدري ان انت تطلعي تجربه ناجحه. هتتحل امتى بس؟ والله الواحد حزين يعني بجد، انا بتكلم بجد والله، الواحد غيران على منتخب بلاده. يعني هتتحل امتى؟ ما احنا اللي بندفع فاتوره، مصر في الاخر بتدفع فاتوره لكل الكلام اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي، او بعض المشاكل اللي قد تكون هي السبب. يعني حصل احنا دفعنا اوريدي. صعبه الصراحه. على كل حال كان عندنا برضو مباراة جميلة وكانت حلوة للأرجنتين وأستراليا، وما كانش قوي في التوقع أن الأرجنتين هتتألق بهذا الشكل، خصوصا أن الأرجنتين ليست متألقة حتى هذه اللحظة لغاية امبارح يعني في المونديال. فلا امبارح ميسي تألق، امبارح الأرجنتين كانت متألقة، نقدر نقول رجعت تاني الأرجنتين. فبتشوفي برضو المباراة دي كانت ازاي، واللي قادم للأرجنتين برضو بتقيميه ازاي؟ اللي حصل او السبب القلقة اللي كنت بتتكلمي عليها دي هو ظهور او شكل الأرجنتين في مباراة السعودية. طب الهزة بدأت بالزبط. من هناك شكل الصورة الذهنية اتهزت بالظبط، اتهزت جدا طبعا. بعد ما كان كل الناس مرشحة الأرجنتين من أوائل المنتخبات إن هي تفوز بلقب المونديال في نسخة 2022، بعد ماتش السعودية الناس كلها تراجعت وبقت في ذهول من أداء المنتخب الأرجنتيني وأداء ليونيل ميسي. كانت من أسوأ المباريات مثلا اللي لعبها ميسي في الناس طلعت بعد المباراه تقول لك كويرش ميسي يعني. بالظبط ده حصل. فده كان سبب الهزه. يعني الارجنتين كانت بتلعب مباراه استراليا امبارح، وانت شاكه استراليا هتكمل بقيه المفاجات بتاعتها زي ما صعدت من المجموعات، لان برده مفاجاه استراليا اصلا صعودها من المجموعات ده ما كانش متوقع. عندك نفس الشكوك دي مع منتخبات تانية؟ كنت في الاول مع بدايه انطلاق فعاليات النسخه دي من المونديال كنت شايفة ان طبعا دول هيبقوا موجودين كده كده في المربع الذهبي مبدئيا، وطبقا للي انت شفتيه بقى في دور المجموعات وصولا للحظة اللي احنا فيها. الحقيقة انا اتفاجئت بانجلترا، يعني انجلترا من المنتخبات اللي فاجئتني في اول مباراه 6-2 على فازت على ايران 6-2. لا ما كنتش متخيله ان اداء المنتخب الانجليزي هيبقى بالصوره دي او هيبقى بالشكل ده. مع ذلك الاداء تراجع جدا قدام امريكا مثلا، ودي كانت واحده من المفاجات في وجهه نظر ناس كتير، ان امريكا ما عندهاش نفس تاريخ انجلترا كرويا بطبيعه الحال، بس احرجتها جامد. احرجتها جامد. بس امريكا لو تابعتي يا كريم في الفتره الاخيره، لا المنتخب الامريكي اتطور جدا طبعا، جدا طبعا جدا طبعا، وعلي جدا. ما كانش عمل كده ولا احرج انجلترا شخصيا بالظبط، وعلي فنيا وما كانش زي ما يعني برضو ده ما كان منتخب من المنتخبات اللي ما كانتش مرشحه ان هي تصعد من المجموعات. لكن كلنا اتفاجئنا برضو باداء المنتخب الامريكي وصعوده ومباراته كمان قدام انجلترا زي ما انت ما قلت، هو احرج فعلا احرج المنتخب الانجليزي في المباراه اللي لعبوها مع بعض. فده كان من ضمن المنتخبات برضو اللي انا لا يعني ما كنتش متوقعه واتفاجئت بادائه. يعني كان منتخب الانجليزي الحقيقه وهولندا. بس هولندا تقيله زي ما هي يعني، بس هي غيابها عن المونديال لفتره ما كانش مخلي الرجوع متوقع ان هو يبقى بالشكل ده. الحقيقه مدربهم لوي فان غال عامل اداء او عامل شغل مع اللعيبه مميز جدا، فصلهم كمان تماما عن اي امور اخرى بره كره القدم. هو نفسه حتى اجاباته في مؤتمراته الصحفيه يعني تلاقيها موزونه، تلاقيها مدروسه، مش عشوائي كمان، مش هجومي، لا راسي قوي. واعتقد يعني مباراه هولندا والارجنتين
هتبقى مباراة هتبقى مباراة صعبة جدا 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 الجمعة. الجمعة هتبقى مباراة صعبة جدا جدا على الفرقتين. هيبقى تقطيع. من المنتخبات اللي كمان أبهرتني بصراحة من نيجي نتكلم اليابان. بجد اليابان واو، يعني تيجي تقولي بجد واو، وعارفين مباراة مفروض اليابان وكرواتيا، أنا عييت. أنا عايز عييت والله. فاليابان وكرواتيا، فأنا مش عارفة يعني ما علينا. فإيه بقى توقعاتك؟ من ضمن المفاجآت برضو المونديال كانت اليابان. اليابان أي حد، اليابانيين نفسهم لو سألتهم أنت في مجموعة معاك ألمانيا معاك فرنسا بصرف نظر عن كوستاريكا، ألمانيا أسبانيا كوستاريكا، هيقول لك ايه انا هدخل اقدم تمثيل طبعا. مشرف او اداء مشرف، ما تعمليش حسابك على صعود للمنتخب. بالظبط صحيح. اليابان تصعد اول مجموعه، يعني اليابان تصعد اول مجموعه على اسبانيا طبعا، المانيا اوت وكوستاريكا اوت. فدي كانت مفاجاه، يعني مش كمان صعودها صعود طبيعي، لا ده كان صعود تاريخي كاول مجموعه. خلي بالك اليابان يعني عملوا شغل عالي على الصعيدين، على صعيد المنتخب والاداء والنتائج اللي حققتها، وكمان على صعيد الجماهير اللي الناس كتير حتى في وسائل التواصل الاجتماعي والصحافه الرياضيه وقفت كتير عند اخر مشجع ياباني وهو بياخد الكيس اللي بيلم فيه النفايات وهو ماشي بره. لا حاجه طبعا كوكب لما بتقال عليهم كوكب اليابان ده حقيقي، يعني الناس دي غيرنا خالص حتى بجد، محترمين قوي 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 لابعد الحدود. هو صراحة. من اول يوم موضوع التنظيف ده يا كريم، من اول يوم بعد ما يخلصوا اي مباراه لازم بالظبط لازم يعمل، ومش على شاكلتهم بعض جماهير المنتخبات الاخرى، ودي حاجه ايجابيه جدا أكيد. يعني ايه المشكله في ده؟ يعني انا كنت عارف. في مكان وما كانش يعني ما سيبوش مش نظيف، لازم بالظبط اسيب المكان بعد زي ما انا دخلته نظيف اسيبه نظيف. صحيح. فاليابان كانت من ضمن المفاجآت، كوريا الجنوبية كمان كان من ضمن المفاجآت. صعودها بصراحة دي حقيقة، صعودها برضو مع 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 البرازيل برضو كان مفاجأة، كان التوقع كان غانا، كان أوروغواي، فوزها كمان كانت مجموعة برازيل صح؟ كوريا. فصعود كوريا برضو كان من كوريا ما كانتش مجموعه البرازيل، البرتغال سوري، البرتغال صعودها مع البرتغال كان من ضمن مفاجات. مين اللي هيفوز بالنسخه دي من المونديال في رايك؟ ده سؤال صعب جدا. ده سؤال صعب جدا لان الشواهد ما تساعدكيش على ان انت تحددي. قبل ما نشوف المجموعات كنت بقول لا اتمنى الارجنتين ولا وان شاء الله الارجنتين، بعد ما شفت المجموعات لا صعب جدا. ودي حلاوه كاس العالم برضه النسخه دي تحديدا، النسخه دي. طب انجلترا والسنغال بقى، يعني برضو انجلترا والسنغال وهذه المواجهه، انا بشوف ان السنغال اقوى، دي من وجهه نظري. بتشوفي ده او اريا الماتش ازاي؟ اقوى فنيا ولا بدنيا؟ انا بشوف فنيا، يعني مش هقول حتى فنيا وبدنيا، هجاوبك اجابه تانية. انا شايفه الاستقتال في الملعب السنغال اقوى. ماشي، دي اتفق معاكي فيها. الانجليز ما عندهمش هم في حته غرور كده، تحسي في حته ثقه زايده، ولو ان على الارض مش افضل شيء، يعني مش افضل شيء، بس هم لا يعني زي ما قلت لك في الاول انه لا انا اتفاجئت باداء المنتخب الانجليزي بصراحه، غير متوقع بقى. ما كانش متوقع يعني. بس المباراه دي لا، المباراه دي هتبقى برضو من المباريات الصعبه جدا، يعني هتبقى على شاكله مباراه الارجنتين وهولندا، تبقى من المباريات القوية جدا، المباريات اللي انت ما تعرفش تتوقع مين ممكن. وبعدين مدرستين كرويتين مختلفتين تماما، وعلى الرغم وبعدين معظم سكواد السنغال اساسا محترفين في اوروبا، يعني هنتكلم في انجلترا تحديدا، وفي منهم كتير في انجلترا يعني كمان. وبعدين ايه يعني قبل الـ دي ميزة نقدر نقول عليها ميزة نسبية لصالح منتخب طبعاً السنغال. طبعا 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 بلا شك يعني، وعلى الرغم غياب ساديو ماني، وكنا ناس كتير جدا كانت بتتكلم انه لا غياب ساديو ماني اكيد هياثر على اداء المنتخب السنغالي، لا احنا ما شفناش ده. طبعا ماني قيمه كبيره جدا ونجم كبير جدا، ووجوده طبعا هيكون مؤثر، لكن غيابه لا، اللعيبه اللي كانت موجوده قدرت ان هي ما تحسسكش ان في ان المنتخب فقد شخص معين او فقد هداف او فقد نجم معين. لا الموضوع بالنسبه للسنغال هيبقى مختلف، ما نقدرش برضو ان تتكهل. اسماعيل صار برضو عمل شغل، اسماعيل صار، كليبي كولوبالي، ادوارد ميندي حارس المرمى، بامبا ديانج، في اسماء كتير جدا في المنتخب. في تالق ملحوظ لحراس مرمى منتخبات كتير في النسخه دي من المونديال، عاملين شغل
رائع. دي حقيقة. محمد العويس حارس منتخب مرمى المنتخب السعودي كان هايل هايل طبعا. هايل الحقيقة طبعا. في مباراة الأرجنتين كان هايل جدا، وفي المباراة الأخيرة اللي لعبتها السعودية برضو كان متألق جدا. مين تاني؟ أوتشوا حارس مرمى المكسيك، ما بنشوفوش غير في كأس العالم. برضو من حراس المرمى التقال جدا. كيلور نافاس برضو حارس مرمى كوستاريكا برضو كالعادة عمل برضو شوية حركات حلوين إلى حد كده. إلى حد ما كيلور نافاس برضو على الرغم أنه هو دخل مرمى 7 أهداف في أول مباراة، لكن برضو المباراتين اللي بعد كده برضو قدم أداء جيد جدا الحقيقة يعني. طيب تعالي بقى نروح لسويسرا والبرتغال، وخليني أقول لك المفاجأة. لسه كنت بقرا الخبر ده وعندي علامة استفهام عليه. يقول لك رونالدو بيترأس قائمة أسوأ لاعبي دور المجموعات في المونديال. يا زمن. وبعدين تيجي تقولي البرتغال ومرشحة، يعني هو ايه اللي بيحصل؟ المنتخب البرتغالي دلوقتي هو مش منتخب رونالدو يعني، او مش رونالدو الاسم، مش عايز اقول الاسم البارز لانه ده رونالدو يعني، كريستيانو رونالدو لف بس لف مش عليه. معول عليه المنتخب البرتغالي خلاص، ما اصبحش الموضوع كده مش لوحده، على عكس منتخب الارجنتين برضو انت لسه ستيل بتتكلم على ان ميسي وباقي اللعيبه. لا، المنتخب البرتغالي ما بقاش رونالدو هو الاسم الوحيد الموجود فيه، برونو فرنانديز، في كانسيلو، جواو كانسيلو، في روبن دياز، في اسماء كتير جدا في المنتخب البرتغالي. لا، ممكن يعني يعولوا عليها زي ما انت ما قلتي يعني، هواند او هي اللي شايله اسم منتخب البرتغال مع رونالدو، مش رونالدو لوحده. ممكن يكون الخبر ده او الاحصائيه دي لان رونالدو في مرحله المجموعات ما كانش فيه التالق الكبير، ما كانش فيه الاهداف مثلا اللي احنا منتظرينها، ما دخلش هو في صراع الهدافين الى الان. ما حصلش غير جدال الهدف هو وبرونو فرنانديز، هيتحسب لمين؟ لا، هيتحسب لبرونو، لا اتحسب لرونالدو، لا فيفا طلع بيان وعارف يا بيه طلع ان هو لمسته قبل ما تدخل اتحسب لا لبرونو. هو ده بس الخلاف اللي حصل يعني، لكن في ال 16 الامور هتختلف، المباريات هتبقى بس نقدر نقول ان كريستيانو رونالدو بيمر بمرحله مش لطيفه من حياته المهنيه. اكيد 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 اكيد، عشان اللي حصل في مع نادي بالظبط من السيزون اللي فات، حتى الامور ساءت السيزون ده اكتر. نادي باظت خالص، الموسم ده باظت خالص ووش رسمي. بس اقول لك على حاجه، اقول لكم على حاجه، انا حلوم المدير الفني تان هيج. ليه؟ قوليلي ليه؟ كريستيانو كان جايب مستوى رائع جدا كويس. انا كمدير فني عندي برضو الـ يعني اللوم ان انا ما دخلتش هذا البطل، هذا الاسطوره، ان هو يدخل واديله قيمته واديله الفرصه واخليه يتالق. لا، كان في خلاف من دي 1 ما بينهم، كان في تنافسيه، كان في انه بس انهم قريب من بعض، كل واحد عايز يثبت ان هو الاقوى، كل واحد عايز يفرض سيطرته. ده كان مفروض المدير الفني ان هو يعني زي ما بيتقال كده يحطه تحت جناحه، لان احنا ما شفناش على مدار تاريخ كريستيانو رونالدو هذا الاداء اصلا مع حد في نادي قبل كده. فانا لما اجي اقيم هذا اللاعب مع النادي الاخير مانشستر يونايتد، لا، يبقى المشكله عند مانشستر يونايتد، لان هو لو كان مشاغب يا كريم من الاول او كان عامل مشاكل مع مديرين فنيين كانت حصلت في تاريخه لم تحدث. فانا بلوم تان هيج على اللي وصل ليه برضو كريستيانو رونالدو بصراحه. ما تعرفيش دي وجهه نظري، رجع الفريق برضو باي نفسيه وتعاملاته مع الاخرين. اكيد كان راجع بالعكس يا كريم. عايز اقول لك ان وارد يبقى صعب في بعض الاحيان ان انت تحتوي حد بكواليتي رونالدو. هو كان داخل عنده الرغبه دي، احتوائه عنه. ميسي مش ريبيليان زيه، مش ثوراني، مش يعني مش عارف اقولها لك ازاي. انا فاهمه اهدى شويه يعني نقدر نقول، ولا بس ايه؟ بس اكيد كان هو رايح عايز يقدم حاجه، عايز ينهي مشواره الكروي مع النادي بتاعه الاصلي بشكل رائع ويقدم حاجه محترمه. اكيد ده كانت نيه رونالدو يعني. هو رونالدو لما هو انا بدافع عنه عشان بحبه بقى، مش عارف واضح حساكي مش مقتنعه. القلب وما يريد، القلب وما يريد يا جماعه. رونالدو لما رجع مانشستر يونايتد كانش لسه إريك تين هاج هو مدرب الفريق، كان الموجود كان سولشاير. تمام، بعد كده طبعا حصل، بس كانت فتره صغيره يعني بالظبط، يعني حصل سولشاير مشي، ويعني حصل تعاقب على الاجهزه الفنيه لحد ما إريك تين هاج هو اللي مسك او هو تولى الاداره الفنيه لمانشستر يونايتد من دي 1. ايوه هقول لك انا بقى، هو السيزون ده او مانشستر يونايتد كان انهى السيزون ده تقريبا كان في المركز السادس، فهو ما كانش ضامن التاهل لدوري ابطال اوروبا.
اوكي مش غلطه رونالدو لا ما حدش خلاص لا انا باكد بس اوعي تقولي حالي في حاجه مش على هواي على رونالدو انا باكد اوعي تفكري تغلطي في رونالدو في المعسكر بقى التحضيري للفريق كان تين هاج هو بقى تولى اداره الفريق وعاملين معسكر تحضيري زي باقي الفرق. رونالدو ما حضرش المعسكر التحضيري برضه مش غلطان ابننا كان عنده ظروف يعني واحد كان قال له هو قال لها الظروف الظروف بنته ايوه بنته تقريبا ده الوقت اللي كانت بنته توفت في المستشفى حاجه كده كان ده قبلها لا لا بنته توفت كان مؤخراً. في السيزون كان كان في كان وقتها كان في ماتش حتى كمان بعدها اكيد كان في ظرف تاني المهم هو اتقال اعلن وقتها صراحه انه رونالدو مش عايز يكمل في مانشستر يونايتد علشان هو مش عايز يلعب في الدوري الاوروبي وبيحاول براحته راجل حر بس يا جماعه احنا نقفل الحلقه انا رايي ان احنا ننهي لا نروح لموضوع ثاني انا رايي كده والله بس خلي بالك رونالدو عنده حاجه بينها وانت محمد فعلا بجد فعلا ايقونه عندها يعني هي شايفه في تكامل للاعب وعلى فكره حتى في مره من المرات انا فاكر دخلنا في حوار انا وهي كنا بنتكلم على فكره انه رونالدو البعض بيشوف انه اسطورته دي مصنوعه وان هو مصنوع ومش موهوب بشكل فطري لا اتفرجي على الحوار كان عامل ازاي لما بس لمحت لانه مصنوع طيب بالنسبه بقى البرتغال وسويسرا بما ان احنا عشان نقفل ملف كريستيانو والبرتغال بتشوفي الكفه عند مين ارجح نظريا واحنا قاعدين كده البرتغال بس عمليا ممكن نتفاجئ بالظبط المونديال من اول يوم وهو كله مليان مفاجآت فوارد جدا ان سويسرا تعمل مفاجاه وتقصي البرتغال ولو ان يعني صعب بس لا دي هتبقى حاجه مش طبيعيه ده هيبقى مونديال مش طبيعي بجد والله ساعتها هيبقى في حاجه مش مظبوطه يعني ممكن الكاميرون تاخدها كده الكاميرون اوت اصلا ما ترجع تاخدها ما انا عشان كده بقى ترجع هو وراك ما ترجع مونديال غريب جدا تحقق نبوءه ايتو بقى ما هو كان بيقول لنا ان هي هتاخدها في الكاميرون الحاجه الاكيده ان المتعه بتحققها حتى في الجوانب المجهوله بالنسبه لنا واللي احنا مش قادرين بموجبها حتى نستنتج مين هيصعد ومين هيكمل مين هيوصل للمربع الذهبي ومين لا فدي حاجه حلوه على الاقل دي حاجه حلوه نورتينا كالعاده ميرسي يا كريم بشكرك جزيل الشكر نورتينا يا استاذه منى وبجد الوقت والله بيجري بسرعه ولسه حديثنا اكيد مستمر على قناه النادي الاهلي وتغطيتنا مستمره وهتنورينا تاني باذن الله هنروح فاصل وانا اللي هرجع بقى ايوه صح أيوة هرجع صح. انا مع أيوة حضراتكم صح. والفقره الطبيه وكريم هيكون معانا بقى مره تانية بكره ان شاء الله فاصل ونرجع